إكسوديا. بجل المصريون القدماء الإله أوزيريس لأنه وهبهم العلوم والزراعة والمعمار ليبنوا حضارتهم. وفق الأسطورة حصلت معركة عنيفة بين أوزيريس وأخيه ست، انتصر فيها الأخير وقطع أوزيريس لأجزاء قذفها في أنحاء مختلفة من مصر، فقامت زوجته أزيس بجمع هذه الأجزاء وإعادته للحياة لوقت محدود. كان الوقت كافيا لأن تنجب منه ابنها حورس. بعدها ذهب أوزيريس لأرض الأموات وحكمها. فالكاتب بنى شخصية إكسوديا من هذه القصة بأنك يجب أن تجمع أجزاؤه حتى تفوز باللعبة. أما اسمه فهو مشتق من الكلمتان اليونانيتان إكسو ودية. إكسو تعني الخارج ودية تعني السماوي أو الإلهي، بمعنى الإله الذي يخرج من محبسه. سلايفر التنين الفضائي أو تنين السماء. هذا الوحش كان اسمه في النسخة اليابانية أوزيريس تنين السماء، نسبة للإله أوزيريس الذي عبده المصريون القدماء، لكنه سمي في النسخة الأمريكية سلايفر نسبة لروجر سلايفر أحد أبرز كتاب القصص المصورة الأمريكية. أوبليسك العملاق المعذب. سمي نسبة للأوبليسك وهي المسلات العملاقة التي بناها الفراعنة ونحتوا عليها أمجادهم. راعي التنين المجنح. سمي نسبة للإله المصري رع.